بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نحط واحد الصيغة ربانية لجلب الرزق الوفير من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ولكن حنا سنحطو غير أسباب وعشوب. أما الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على وصفة رائعة اللي غادي تعطيكم كثرة المال بقوة. إذا أحبابي ابقوا معايا باش نعطيكم إن شاء الله هاد الصيغة الربانية. إذا عندنا العشوب الرائعة اللي غادي تاخدي كل عشبة غادي تاخدي منها 5 دراهم. إذا عندنا عشبة الخزامة الزرقاء اللي تتكون زوينة. الناس اللي عندهم توقيف الحال في المال في العلاقات، الناس اللي ما عندهمش حتى الزواج كتير، في الناس اللي ما تينجحش معهم الزواج، دائما البنت تكون مخطوبة ومن بعد ما يتبقى والو تهي صالحة لها بإذن الله الواحد القهار. إذا عندنا قلة المال في البيت، عندنا قلة البركة في البيت، عندنا طاقة سلبية في البيت، عندنا أولاد بدون عمل، عندنا البنت ممزوجاش، دائما عندنا ركود قليل في المال، دائما عندي نحوسات في المال، أو أنني ما تلقاش الفلوس باش أنني نشري أي حاجة في البيت. كاين الناس اللي عندهم قلة المال لدرجة أنهم مبقاوش لقاو باش انهم يخلصوا ديون او يشتريوا اللي بغاو. اذا غادي تخرجي عند اقرب عطار وغادي تاخدي هاد التفسيخه اللي غادي تبطلي بها توقيف الحال. توقيف الحال هو علاج، هاد التفسيخه علاجيه لتوقيف الحال. اول حاجه غادي ناخدو الفاسوخ الابيض. هانتوما الفاسوخ الابيض هذا يبطل السحر توقيف الحال. عندنا ام الناس، عندنا ام الناس لونها اسمر، هيا عندنا الزعتر، عندنا الزعتر و عندنا الزعتر والخزامة الزرقاء. الزعتر هو رائع لطرد التوابع لتوقيف الحال. عندنا لبان الذكر. إذا عندنا 5 عشوب من أخطر العشوب لطرد النحوسات. غادي ناخد الخزامة والزعتر بالنية ديال علاج توقيف الحال. غادي ناخد، ما غاديش نتبخر بها هذه، غادي ناخد دائما واحد الكأس بحال هكا، وغادي نوضع قطعة ديال أم الناس. غادي نحط شيء قليل من هاد المكونات، نحطهم في الليل بحال هكا، وغادي نضيف لهم الماء. غادي نضيف لهم الماء اللي غادي ان شاء الله نوضعها على حسب انني بغيت نرشو على العتبة والبيت، اما ماء ساخن واما ماء عادي. غادي ندير هاد التفسيخة المائية، نوضع الماء ساخن ومن بعد غادي نرش صباحا مع الفجر، او صباحا غادي نرش العتبة ونرش البيت بالكامل. هاد الكأس كافي. غادي نجمع هاد المكونات، وغادي نشفهم في الظل وغادي نحرقهم. اذا هاد العشبة ديال الخزامة وعشبة الزعتر وام الناس مع الفاسوخ، نحط قطعة فاسوخ بحال هكا ونضيف لها الماء، حتى تترقد ليلة كاملة، ومن بعد إن شاء الله غادي نبقى نرش كل يوم مدة أسبوع على أساس طرد التوابع اللي عندي في البيت. إذا أحبابي تنتمنى أن هذه الوصفة تكون خفيفة ظريفة على نفوسكم، وحاولوا انكم تخليوا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو، لانها وصفة رائعة واكثر من رائعة. اذا درتوها بالنية غادي ان شاء الله يكون عندكم مال وفير. شغلوا صورة البقرة
صورة الزلزلة متكررة، شغلوا الأذان، إن شاء الله غادي يكون عندكم خير وبركة وطرد الشياطين ديال توقيف الحال. إذا أحبابي إلى وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.